بدي يصوروا مقدمة لليوتيوب، بدي صور أنا كيف بتصور المقدمة. يلا بالعادة انت كمان صورك كيف تعمل تصور على فكرة من دون ما لا حامل الكاميرا، بما انه انتم موجودين هون ما حنعرف تطلع معنا. لا والله يلا هلا بدنا نتفرج عليكم انتم عم تصوروا. يلا ها صح لا تطلع فيني، خلي الكاميرا بس لا تطلع فيني. اوكي حلف وجهي. اوكي لف وجهي. مرحبا. جايز كثير منكم طلب مني انه اكون قبل يوم كامل، وانا صراحه كنت حاب الفكره. مجنون اترك معك زين ليوم كامل. حط فوق راسك معلش والله. ما في بدك تروح انت بتيجي بتصورني. اذا فقعت صوتها حتعرف تتصرف معها. ما شفت قبل شيء بتبهدلني بالسياره عادي كانت. لا والله سلختني بهدل. اسمع استحيت نزلت راسي. انا اسف ما فيني غلط والله. ما بعرف عندك معي كلام يا اخي. اول مره يعني بنت ما بصير تحكي مع ابوها يعني. ما فهمت شيء بس مبين انه كانت طريقه كلامها كثير عصبيه يعني. المهم وصلت بنت عمور لهون وباقي ابن بهاء حسوني. هاي بنت عمور نايمة. يو كيوت سرخيش هنومي عشان تصحرك انا شوي. ومين لعمك بالألعاب؟ زنزوني يلا توش. ما في عم تحلم حتى وهي نايمة عم تاكل. عجبت عجبت حياة الله. يلا زينان رحت ايش؟ اجا كمان مين؟ حسوني. حسوني يلا كم حسوني. علق الولد عم بشيك. خاف خاف يا ماما يا حبيبي. اذا من هيك هلا كيف بعدين؟ شوكليت تعال هجيب له شوكليت. هاي دائما بتكون علبه خياطه بس نحن عندنا فيها شوكولا. يوم هي اخذوا راح اليوم. ما تخاف اوكي، حوديك ولعبك ودلعك اوكي. حسوني حتحكي ولا حضل ساكت؟ عاد اعطيك بوسه. لا سمعتوا قال لي انا اللي لبست. انا شكله مش شايفني. سوني بدك مي؟ ماما لا هي مش ماما. سوني لا ارسال ولا استقبال. سوني لا شكل الوضع حيكون كثير ممتاز. انت لسه ما اكل؟ انا فكرك اكلتها. شو ايده وسخه ايده وسخه ايده حيوسخ حاله اوعى تتحرك اوكي. استنى خليك اوكي. لا لا استنى ايش تحرك وحطها تحت حاله. مصدوم بالكاميرا يا زلمه. يلا ايه يلا نروح باي باي اوكي. بدايه مبشره. يلا روحي مع عمري. يلا تعي. ممتاز ممتاز بدايه مبشره. يا عم بدك تيجي معي ولا لا؟ لا انا صيني. عن جد والله بتحكي صيني بنتك. بول اوكي معنا غير وحده. اوكي ان شاء الله ما تبكي ان شاء الله ما تبكي ما تبكي. انا بجيب لك كرة والله بجيب لك كرة. يلا ميمي ميمي مين لولو مين لولو مين شو اسمه بدك زوزو عشان ما يقعد يبكي هلا. مبسوط قعدة امير. اوكي جايز انا ولا بحياتي حطيت كارسي ولكن حجرب. عرفت كيف؟ يس. هو الكارسيت تاع حسوني. لا تعال نروح باي. يلا تعال. ماما لا لا ما تخاف ما تخاف ما تخاف ما تخاف ما تخاف ما تخاف. اوه رواق والله والله بدون ناني مستحيل. تعال خذ 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 حسوني. ايوه ايوه لا اوكي شوف سنة سنة ما تبكي. خليك معي ما تخاف ما تخاف ما تخاف حبيبي. يلا احضر كوكملين. يلا حط يلا نصور. شو هاد في اشياء عم توقع من الكرسي ايش في؟ اعطيني تليفون ثاني. انا بعرف كيف هديكم انتم. طبعا انتم ما بتهدوا الا بهالشغله صح؟ سوني بقى زي اوكي. ثلاث ساعات اسمع ما تركب كراسي. انا مش حقدر لحالي جايز. الموضوع كثير صعب والله. ولا حعمل شيء لو بكيت والله ما حتدخل. روح دخل دبر حالك. سكتهم هلا بطريقه واللي هي المعروفه انه فتحت لهم يوتيوب بشوفوا. هاي زوزو قاعده هاديه. حسوني قاعده بيطلع على زوزو. ولا انت شو حاطه دليلي حسوني؟ قولوا له وين بدك تروح؟ قولوا قولوا قولوا. طب هلا اعطيني انت كم نصيحه عن بنتك. اهم شيء معلم زينه ترك طعميها يعني هلا نامت لانه ما عم تاكل. المهم حاليا في عنا حالتين. حاله اللي هي
زينة نايمة، والحالة الثانية حسوني عم بيبكي. مش عاجبه شيء. جودي جودي. حسوني هلا هلا حنروح على الألعاب. لعبك بوم بوم ديم بيم بح بح تش. أوكي أوكي خلاص شكله فهم. أصبر أصبر تعال تعال أنا جايب أنا جايب شغلة. وين بولين؟ بلوني بابا. بابا يلا اعطيني معلومة عن ابنك عشان ما اضيع. لما يبكي شو اسوي؟ ما في بدك الحل الوحيد انك تفتح له يوتيوب. يوتيوب؟ جايز رجعت لورا وخليت عمور يسوق، لان شوف لما اترك له لما اترك ايدي راسه بينزل، فانا ماسك له حاليا راسك بخده. في ريحه حفوضه بس من مين انا مش عارف مش متاكد. خليني اشم. حسوني ما اشم زين حسيصان وهي نايمه شو حلوين. فوتوا على المحل واول شيء بياخذوه حجيب لهم اياه. اوكي حسيصان. يلا تعال نعقم. افتح ايدك يلا. او واو يلا هون شو تمسح ايدك. يلا عمولي. لا لا عمول هيك عمول هيك. اسمع احلى شيء انه الناس كلها عم بيطلعوا انه شو هالاب الحنون اللي طالع مع تو بيبيز وقاعد حاملهم هيك والسكينه بايدهم. بيبي وصلت الأمانة. شو عملتوا؟ والله شو عملت فينا؟ هي اللي ربتنا مش نحن ربنا. كفو علي. يو كيوت يا عياتي أنا. وهيك جايز بنكون خلصنا الفيديو. هلكت صراحة. الله يعين كل واحد عنده أولاد. صراحة الموضوع كتير صعب. وصلنا زينة وهلا باقي حسوني حنوديه عند أهله. بس صار منظرك أنت أما فرجي مش عارف. هيك شكل الفايت والحيط.